عليكم وجات لكم في انطباع فيري تيل. خلونا نبدا. انتهت الحلقه اللي فاتت وانا قاعد اقول الحلقه هذه ممكن تكون السبب ما فيه انه تبدا الحلقه هذه بقتال ما بين ايرزا وكيوكا او كيكوكا احنا شفنا مقوماتهم من قبل وبيني بينكم يعني قتالهم حلو، قتالهم راح يكون اكشن خيالي، خاصة ان انا من عشاق اسلوب ايرزا سكارلت في القتال. لكن جري طلع في الحلقة اللي فاتت والتضحيات اللي سواها لاكسس وقاعد اقول حقنا تقوم اخلص، قاعد بيشوف شيء اقوى. فقلت الحماسة اللي انا عارفها من كاتب فيريتيل انه راح يصعدها واكيد راح يطلع لي ايرزا بشكل خيالي، ووقفت هنا قلت لازم يكون عندك ثقة، خاصة ان الحلقة سوت ضجة. وزي ما انت شايف انا مو منزل الحلقة يوم الخميس كما هو معتاد، بسبب الضجة اللي سوت الحلقة هذه نزلتها لك اليوم. شفت الحلقة وعرفت شنو سبب الضجة، فعلا حلقة مدوية فاجعة كذا، فاجعة فاغرا فمه يعني كذا. كان المفروض ان ايرزا في الرمق الاخير وكيوكو في الرمق الاخير يكون قتالهم، لكن انتقلوا بالمشهد الى ويندي ودرامبالتو. لما وصلوا الى المكان بدا الاحساس بشيء غريب قاعد يصير، اول من حس فيه ويندي. قعدت اقول في اللحظه هذه قد يكون هذا الزعيم ماكروف فعل السحر القوي او سلاح فيري تيل الاسطوري، لكن تفاجات انه ما كان هذا هو السبب. جاجيل ويعلق على جري، جاجيل كومبتيتور متحدي منافس مثل ناتسو، مستحيل يمجد قوة اللي قدامه خاصة إذا أنه منافس له مثل جري، وناتسو ممكن يعترف قوته يقسم أنه يتجاوزها. لكن جاجيل تعليقه على جري خلاني أقول واحد من اثنين، لأن جري اكتسب قوة أسطورية، أو أن جاجيل نضج وتقى فكرة إلى مرحلة أسطورية. وهنا اقول لكل من يقول ان فيري تيل سخيف، اص 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 طوري، ترى الانمي هذا نمو في حدث تاوتاوس لجاجيل وجري، المزج وجاني مشهد حلو جاجيل يعلق فيه على قوة جري، لكن برضو ناتسو حس بالخطر لسبب من ان جاجيل ما حس بشيء، وناتسو يقول كيف من تبحاس اكنولوجيا اكنولوجيا، رمز التدمير رمز اليأس. الحلقة هذه اوحت لي اني اسوي حلقة توبتن اقوى 10 رموز للدمار والوحشية في عالم الانمي، اقوى وصف لاكنولوجيا لما قالت اليأس، سنواجه اليأس، سنتلقى اليأس. فعلا أقوى وحش وأقوى رعب وأقوى دمار ممكن يصيبك هو وحش اليأس. ما تقيل ذهل بسبب القوة اللي جاية في البداية، وقال تعليق خطير إن أكنولوجيا سبب قدومه هو تدمير A&D A&D أحد شياطين زرف، والزرف علق من قبل في حدث الجزيرة اللي كانوا فيها لما قال أيقظتم هذا الشر، بما يعني أن في تصادم بين أكنولوجيا واللي كان معروف أنه ساحر سابق دخل في عالم الظلام وتوحش. في مصيبة ما بين زيرف وأكنولوجيا، بحر قاعد يتفتح في فيري تيل. ومن زمان أنا أقول لكل اللي استعجلوا في نقد فيري تيل وقالوا قصته مهب مفهومة، قصته ما تنهضم، مستوى القوى غير متكافئ، انا قلت تو الانمي في 250 حلقة وما زال قدام انطلاقات كثيرة. المصيبة في عشاق الانميات الطويلة ككل، مش انمي بحد ذاته، ترى كثير من عشاق الانميات الطويلة يجي من زبدة وذروة الاحداث اللي هو شايفها، يبغى يشوف شيء فيشوف فيري تيل يقول ها طيب عطى فرصة، انت جيني بعد 600 حلقة من انمي معين او 500 حلقة من انمي معين او 700 حلقة من انمي معين وقول غير مفهوم غير متناسق، او تجيني من انمي في 24 حلقة اعطاك زبدة القصة وقول طول. هذه اذواق، ولولا تعدد الاذواق لبارت السلع، صراعات ما بين النقبات المظلمة
والنقابات غير المظلمة. بعدين تطور، شفنا فئات طلعت، شفنا الصيادين اللي طلعوا، وأنا أراهنك أنه راح تصير لهم عودة خيالية. أنواع السحر نفسها، سحر قاتل الشيطان، سحر قاتل التنين، سحر قاتل الحاكم، وسحر قاتل التنين مأخوذ عن طريق الأكرمة. بعدين طلعوا لك الشياطين، وتغير الموضوع ما بين سحر إلى لعنات. والحين في الظلام نفسه في صراع ما بين زيرف أكنولوجيا. أكنولوجيا بغض النظر عن صراع مع زيرف، جاي حسب تعليق مات جير إنه يبغى يدمر E&D، تشابك خيالي في الخيوط. ولازلنا حتى الحين في تشبيك الخيوط في الأنمي هذا كله، مش في الحدث في الأنمي هذا كله، ولا زاد الخيوط لم تفكك، فلا تستعجلون. هنا جابوا صورة حمم تسيل كأنها نهر، واللي حول الحمم شكل صراحة جميل، حسيت صراع ما بين الغضب والجمال. واسمع صوت رخيم، صوت جبلي، صوت هز المشاعر يا شيخ. اجنيل، اجنيل نطق في الحلقة هذه، اجنيل، وقال حان الوقت. شو القصة؟ بعدين الانفجار، الخروج كان من داخل ناتسو. شو القصة؟ الخروج، خروج اجنيل من داخل ناتسو. اوي 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 اوي، منا منا، خروج اجنيل من داخل ناتسو. رسم اجنيل من افضل اشكال رسم التنانين شفتها موجودة في فيري تيل، شكل اكنولوجيا وشكل اجنيل، رسم خيالي صراحة للتنينين هذول. طبعا من شدة الاصداء اللي صارت على الحلقة والضغوطات اللي جاتني لتصويرها، خليت الكاميرا شغالة وانا اشوف الحلقة. طبعا من الحماس ارجو منكم العذر، وصوال وفانيلة لجي تابع يحب يتابع بالصوال والفانيلة، فبتشوفوني بالفانيلة البيضة. أنا آسف مقدما. Viewer discretion is advised. وفشلتها يا مايو، فضحنا فضحنا يا مايو، طلعت الفضائع تكلم كل شيء. تصادم خيالي صار ما بين اكنولوجيا واجنيل. اجنيل قال حق ناتسو انك تقدر تقضي على A&D. طيب يا اجنيل، ليش ما طلعت في الجزيرة من قبل؟ الكل حس بالضغط، قال جيل تأخر في الاحساس. شو القصة؟ ليش ما شفنا احساسهم بالضغط هذا من قبل في الجزيرة اللي صار فيها الاختبار؟ شمعنا تبين الموضوع الحين اكثر؟ بيني وبينكم اليأس اللي هم حسوا فيه لما جاء اكنولوجيا انا حسيت فيه، لاني عرفنا ولو واحد منهم عند المقدرة. ذكرت ان زيرف موجود، لكن زيرف ايش بيسوي لما قال ما تقير ان اكنولوجيا جاي يدمر E&D؟ قلت اوكي، زيرف ممكن يمنعه، زيرف راح يكون من دائرة مظلمة الى دائرة امل، لان زيرف موجود واحنا شفناه. اكيد زيرف راح يوقف اكنولوجيا ويمنعه من تدمير E&D. لكن اذا اكنولوجيا بنفسه يشوف A&D خطر عليه، فخلكم مع اليأس هذا اصف لكم من A&D. بعدين جابوا فلاش باك عن ناتسو، واكتشفت شغلة في الفلاش باك. ناتسو طول مشاهد جلوسه مع اجنيل ما كان لابس الوشاح، في اللحظة او في المشهد اللي اختفى فيه اجنيل ناتسو لبس الوشاح. شفنا الوشاح هذا من قبل كيف تعامل مع اكنولوجيا، شنو قصة الوشاح؟ ايش بيصير في الحلقة الجاية؟ شنو الحماس اللي راح يرتقي ونوصل له في الحلقة الجاية؟ خيالي، بدأ التصادم، من جد بدأ التصادم اخيرا. اوه، حلقة تجاوزت المتوقع، حلقة قالت لي طاخ صح صح، ما راح اكون مع عزت ايرزا مع كيوكو، معني من عشاق ايرزا، لا، اعطاني معركة اقوى واجمل. بالنهاية اتمنى انطباعي عن انمي فيري تيل عجبكم، استنوني مع انطباع الحلقة الجاية. لا تنسون شير، لايك، سبسكرايب، شوفكم.